بدأت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية مراسم الاحتفال بأعياد الميلاد في احتفالية أقيمت بكنيسة السريان الأرثوذكس بالقاهرة. حضر الحفلة مندوب عن شيخ الأزهر الشريف ومندوب عن الكنيسة الأرثوذكسية، فضلا عن أبناء الكنيسة السريانية خصوصا من السوريين المقيمين بمصر. مصر معروف دائما وأبدا أنها بلد طبعا التعددية ليس من الآن، بتاريخها الحضاري اللي يزيد على 7000 سنة وما لها من مكانة. هذه البلد طبعا المحافظة فيها على السياج الوطني ليس من الآن، بل امتدادا لما كان عليه من قبل. الاحتفال هو بالنسبة لنا النهاردة هو تقليد سنوي مبهج يهيئنا لقدوم الميلاد المجيد. كل سنة بندعو كل أطياف الشعب المصري من قادات دينية، من مسيحيين ومسلمين، ومن كل شرائح المجتمع حتى يشاركونا فرحة الميلاد، ميلاد الرب يسوع المسيح بالجسد. هو يعني بيجمعنا بالمحبة، دي أحلى حاجة، وخصوصا ان احنا كنائس مختلفة بنتجمع هنا في كنيسة السريان الأرثوذكس، ومعانا طبعا طوائف مختلفة، بس كلنا بيجمعنا هنا في الآخر المحبة اللي نبع من طفل المزود، لأن كلنا بنحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح. حبيت أجي وأشاركهم فرحتهم بالعيد، وأتمنى أن هذه الأيام إن شاء الله تكون أيام خير وبركة على الدنيا كلها، ويكون العام الجديد عام خير ومحبة وسلام، الحروب تنتهي، المحبة تسود البشر، وإن شاء الله يا رب يكون هذا العام هو كما نريد.